كلياتنا بنعرف انه 8/3 بيصادف يوم المرأة العالمي، فاحنا اليوم موجودين بالجامعة الأمريكية لحتى نشوف كيف رح يحتفلوا بهذا اليوم. كلمة الإعراب عن شكري للزملاء والزميلات في المجمع الرياضي لتنظيمه لهذه الفعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي. بما أنه إحنا اليوم مخصصين هاي المحاضرة لترقق العظام بسبب يوم المرأة العالمي، فحابين تحكي لنا أكثر شوي عن هذا الموضوع، موضوع ترقق العظام أو هشاشة العظام نسميه بالمرض الصامت، فأحكي لنا عنه أكثر شوي. شكرا جزيلا أولا للتلفزيون على هذه الاستضافة، وشكرا لجامعة الجامعة الأمريكية في مادبة أيضا على إقامة هذه الفعالية بمناسبة يوم المرأة. ونظرا لأنه ترقق العظام وهشاشة العظام قد تكون نسبتها أعلى عند السيدات منها عند الرجال، وتبدأ مبكرا عند السيدات يعني على العمر 50 فما فوق اللي هو عمر ذهاب أو غياب الدورة الشهرية. طبعا هذا يترافق معها نقص في الهرمونات النسائية وبالتالي أو هرمونات المبايض، وبالتالي يؤدي إلى حدوث مرض ترقق العظام أو هشاشة العظام. كلمة مرض صامت لم يعد هذا المرض صامتا لسببان. الأول أننا نعلن عنه صباح مساء ونقوم بالتثقيف بهذا المرض طوال العام من خلال الجمعية الأردنية لترقق العظام، ونقوم بإلقاء المحاضرات وفحص السيدات لترقق العظام، وأيضا لأنه يسبب آلاما عامة في العظام وفي الجسم، وفي نسبة معينة يحدث كسور نتيجة لترقق العظام. ونظرا لوعي الأطباء الآن سواء كانوا الأطباء العامين أو أطباء النسائية أو أطباء العظام أو أطباء الغدد والهرمونات، فأصبح هذا الوعي منتشرا لدى السيدات من البادية إلى القرية إلى المدينة، فلم يعد صامتا في الحقيقة الأمر، لكنه يبدأ صامتا وينتهي الأمر بحدوث الكسور. صح، طبعا هذا كله بعود للتوعية، لأنه هاي الفترة عم نوعي أكثر عن الموضوع. نعم. قبل، لأنه ما إله هو أي أعراض ممكن أنه تظهر، للأسف أنه بعد ما الواحد ينكسر ممكن يكتشف أنه هو عنده هشاشة. صحيح. كيف الأشخاص ممكن أنها تتشخص إذا عندها هشاشة عظام أو لا؟ أولا يفترض بكل سيدة انقطعت عنها الدورة الشهرية يعني قبل أو بعد أو خلالها أن تقوم بالفحص ولو لمرة واحدة. إذا كان هذا الفحص سليما فعليه أن تعيدها خلال 4 أو 5 سنوات. عند السيدات الأكبر واللواتي يعانين من آلام عامة في الجسم وتقوم بإجراء بعض الفحوصات ولا تجد سببا مباشرا لهذه الآلام في مكان ما مثل آلام العمود الفقري أو آلام العظام بشكل عام، لا تنسى أن تفحص فحص الهشاشة. بالنسبة للرجال، المفهوم العام أن هذا المرض يصيب السيدات فقط هذا مفهوم خاطئ تماما. نجد كثيرا من الرجال يعانون من هذا المرض خاصة ما بعد عمر 60 عاما، وخاصة عندما لا نجد سببا لمعاناته من الألم. سبب آخر يجب أن يدعو السيدات والرجال إلى فحص الهشاشة عندما تكون قدراته الجسمانية في اضمحلال متدرج، يعني كان يستطيع المشي من البيت إلى المسجد، من البيت إلى سوبر ماركت، من البيت إلى مكان آخر، والآن لا يستطيع أن يقوم بهذا المشي بنفس الوقت المحدد له، فسيكون هناك أحد الأسباب الهامة لهذا هو ترقق العظام، فعليه أيضا أن يقوم بفحص ترقق العظام. أجهزة الفحص ترقق العظام الآن منتشرة في المدن الأردنية وفي المراكز موجودة، إضافة إلى أن الجمعية تقوم بزيارات للجمعيات التعاونية والنشطة وخاصة جمعيات السيدات وللقرى والمدارس البنات وكذا، وتقوم بهذا الفحص مجاني من أجل نشر الوعي
لكن إذا حدث أنه بالفحص اللي يقوم فيه اللي مسميه المسح الجغرافي لهذا الموضوع، إذا ثبت أن هناك هشاشة فعليه مراجعة الطبيب ليقوم بالعلاج. من أي عمر بننصح أنه يعملوا الفحص؟ يعني بالنسبة للسيدات من عمر 45 وطالع، من عمر الرجال 55-60 طالع. كنت هلأ عم تحكي لي عن الفعالية اللي عاملينها عشان عيد الأم. نعم، احكي لنا عنها أكثر شوي. الجمعية الأردنية لترقق العظام هي جمعية خلينا نسميها توعوية ذات نفع عام، يعني ليست جمعية طبية لكن فيها أطباء وفيها سيدات مجتمع وكذا. إحنا الأمهات يعني الكل مننا يقدس الأم، ويعني يعتبرها هي أهم شخص في حياته، وبالتالي إحنا كجمعية نستغل هذه المناسبة اللي هي عيد الأم لتكريم الأمهات أولا، والثاني لتقديم فحص مجاني أيضا للأمهات المشاركات. فإحنا نقوم بهذه الفعالية دعما للجمعية أولا وثانيا دعما للأم. عندنا فعالية احتفال بعيد الأم وإفطار خيري كما نسميه، سنقوم خلاله بعمل فحص للترقق العظام للسيدات الحاضرات، وأيضا محاضرة طبية عن ترقق العظام وعن التغذية المناسبة لترقق العظام، وهناك مجال لمدة ساعة على الأقل لأسئلة للجمهور من السيدات لتوجيه أسئلة، وسيكون هناك على الأقل 4 أو 5 أطباء مختصين في موضوع ترقق العظام من أطباء العظام والروماتيزم والغدد والنسائية للإجابة على أسئلة الجمهور. ستكون هذه الفعالية يوم 23/3 بعد عيد الأم بيومين، يوم سبت اخترنا للسيدات العاملات يعني يكون عطلة، سيكون في فندق أوليفتري، وحفل آخر في إربد يوم 30/3 بعديها بأسبوع. حلو، مطعم مميا. هلا بيكون في بطاقات؟ في بطاقات نعم، متوفرة عند الجمعية. اوكي بالجمعية. بالجمعية اكيد. السيدة ريني عواد هي مسؤولة النشاط الاجتماعي. اوكي نعم. شكرا كثير لك دكتور. عفوا الله يسلمك. اهلا. حرصت الجمعية على تقديم احدث ما توصل اليه الطب حول هذا المرض من خلال عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية للمهتمين من القطاع الطبي. إيمان احكي لنا أكثر عن الفعالية اللي عاملينها اليوم عشان يوم المرأة. إحنا هدف الجامعة الأمريكية في مادبا هي خدمة المجتمع المحلي، وإحنا كشعبة أنشطة رياضية حبينا إنه نخدم المجتمع المحلي من خلال الرياضة، فاخترنا مرض هشاشة العظام كونه هو مرض العصر، ومن النصائح اللي بعطوها للمرضى إنهم يمارسوا التمارين الرياضية، فاخترنا أسهل رياضة اللي هي رياضة المشي، فعملنا المسيرة وعلى أساسه بدنا ندعو أكثر قدر من الستات من مجتمع مادبا عشان نقدر نوصل الثقافة وهدف الجمعية، وهدف إنه الستات في العمر 50 و40 يديروا بالهم من هذا المرض يعني. تمام، ومين الأشخاص اللي دعوتوهم اليوم لحتى يجي يحضروا هاي الفعالية؟ سيدات من مجتمع مادبا، مجتمع المحلي. هلأ إحنا تواصلنا مع الجمعية الأردنية لترقق العظم الخيرية، وتطوعوا إنهم يعملوا لنا محاضرة كاملة عن هشاشة العظم وعن التغذية، وزودونا بجهاز فحص هشاشة العظم مجاناً. فإحنا دعينا كل سيدات المجتمع، العدد اللي قدر إنه يجي والفاضي إجا، وقدرنا نقدم خدمة فحص مجاني للسيدات المجتمع المحلي. كتير حلو عن جد. طيب إيش في فعاليات لقدام حابين إنكم تعملوها؟ هلأ إحنا كنشاط رياضي عنا أنشطة داخلية وأنشطة خارجية بالإضافة لجائزة الحسن للشباب زي كل الجامعات. الأنشطة الداخلية هي بطولات داخل الجامعة للأفرقة الجامعة زي فريق باسكتبول، هاي بين الجامعات بين الكليات. الأنشطة الخارجية بتتقسم بين جامعتنا مع جامعات تانية، وزي هاي الأنشطة أنشطة لخدمة المجتمع المحلي اللي إحنا بنخدم أكتر إشي هلأ للمجتمع المدارس، مجتمع المدارس ومجتمع السيدات اللي بحاجة لتوعية بأمراض العصر زي هشاشة العظام مثلاً أو الكوليسترول أو أي مرض. فإذا بدنا نلخص الموضوع من ناحية التغذية، بدنا نحاول نركز على الأغذية الغنية بفيتامين دال بالكالسيوم، وأكيد ما بدنا ننسى الرياضة. الآن سادانا نقطع بإنابة عن عمان تي في.